لابس الحقوق نسن يمي تفغن الزون غير العيش الكريم في الكرامة الحرية العدالة الاجتماعية أكيد أنه تتبع مرة وقيت تتبعن الحركة على مستوى يعريف بسم الله بن طيب أخذتني أكتور الشش زد مزونة يمكن طالق ندير حراك طلب اسم طالب عادلة ومشروعة بعيدا عن كل ما يطبل له المخزن من اش غادي نقول لكم ما يسمى بالانفصال ومجموعة ديال التطبيلات التي لا اساس لها من الصحة سوى ان هذا الشعب اراد الحياة سوى ان هذا الشعب يطالب بحقوقه العادلة ومشروعة اكيد يا بغنغ سنن الا الشمال المطيب من على مستوى رقم 2 تورش تكمر